السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة أم أركان، قناة للأفكار التربوية. موضوع الفيديو هي ألعاب داخلية، الألعاب اللي كنستعملهم غالبا في القسم باش نهرس الروتين. كنشوف التلاميذ مابقاوش متابعين، المهم بوسيلة أو بوسيلتين وكنرجعوا للدرس، ما كياخذوش أكثر من 5 دقائق في اللعبة. إذا كنتوا أول مرة تشوفوا لي فيديو ديالي أو مازال ما شاركتوش في القناة، ما تخرجوا حتى تضغطوا على الزر الأحمر الموجود تحت الفيديو. بالنسبة للوسائل أو اللي غادي نحتاج في هذه اللعب بثلاثة، هما خيط، كأس، فرشاة أسنان. الهدف من هذه اللعب التنافس والتحدي. فيها خيط وفرشاة أسنان وكأس، جوج ديال اللاعبين مطلوب منهم بواسطة الإمالة الخيط هاد الفرشاة خصها تنزلق ويوضعوها بتقنية في هاد الكأس اللي لتحت. يلا صعيب يا نو عدنان، يلا نو شوي لا هزي داك الشيء تري بيان. سير الى قلب الكاس. الحركه التالي غنعاود الشرح. نتوما في مجموعه، عند سماع الامام خصك تقفز للامام، سماع خلف الى الخلف، يمين يعني تبع الاتجاهات اللي كنقول انا، واضح؟ واحد اثنان ثلاثه، سعد امام خلف يمين، علي خرج علي من هذا الشيء، امام يسار خلف يسار امام خلف يمين يسار يمين امام خلف امام خلف يسار يمين عدنان يسار يمين خلف واحد جوج ثلاثة واحد جوج ثلاثة ان دو ثلاثة